بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قافلة الوحدة الوطنية في طرطوس تطلق حملة موائد الرحمن لجميع الأهالي الوافدين إلى المحافظة. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قامت قافلة الوحدة الوطنية بإطلاق حملة موائد الرحمن لأهلنا الوافدين من المحافظات السورية، ليقدموا لهم وجبات إفطارية متنوعة تعبيراً من أهالي محافظة طرطوس عن محبتهم ووقوفهم إلى جانب ضيوف هذه المحافظة. كل عام وانتم بخير. قافلة الوحدة الوطنية اليوم عاملة عمل بمناسبة شهر رمضان الكريم لأهلنا النازحين محافظة طرطوس، وهلا نحن اليوم لمدة 30 يوم العمل صاير. حبينا نقوم كمجموعة شبابية بنشاط مهم يجمعنا على سفرة واحدة بلقمة واحدة بطبق واحد، مشان نقول للجميع ونثبت للكل إنه نحن قد ما حاولتوا إنه حنضل إيد واحدة، حنضل مع بعض دائما، واللقمة اللي لقلنا ما هي متقصبة للشعب السوري كله، فما تحاولوا معنا، نحن إيد واحدة دائما بسوريا. الوافد هو الضيف والواجب إكرام الضيف، وإن شاء الله نخدم الأسر الوافدة أمام الله وأمام هالبلد، وإن شاء الله نحن بإذن الله منصورين. موائد رمضانية مختلفة كانت على الإفطار، حالة من المحبة والأخوة انعكست على وجوه الأطفال والأهالي، مؤكدين شعورهم أنهم بين أهلهم وأن النصر قريب وعودتهم إلى بيوتهم ليست ببعيدة. أول شيء كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله رمضان الجاي يا رب سوريا بتكون أحسن من هيك، والحمد لله رب العالمين نحن أرض كأني أرضنا وأحسن كمان، والله يديم هالبلد. يا سوريين كل عام وأنتم بخير، والله يعيدوا علينا وعليكم، إن شاء الله منتصرين، إن شاء الله الجيش السوري منتصر، ننتصر مصر منصورين، نحن منصورين إن شاء الله. رمضان كريم إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم، إن شاء الله سنة الجاي كلياتنا بنكون ببلدنا بأمن وأمان، وإن شاء الله بنكون بأحسن من الإمكان، وإن شاء الله رمضان حلو وعد علينا هاي تاني يوم رمضان الحمد لله بأهل طرطوس وشعب طرطوس عم يساعدنا بجميع المساعدات. الله ينعاد علينا وعليكم أمة محمد بخير وسلامة يا رب. تستمر موائد الرحمن ليلة الشهر الكريم لتزور كافة المراكز، فلم يعتد أهالي طرطوس إلا على أكرام الضيف. من مراكز الإيواء لأخبار الدنيا الفضائية علي الكنج.